أخي جاني تفكير قبل فترة، إحنا بنشبه بعض. نشبه بعض إزاي؟ عيوني خضراء. يعني أنا عيني ملونة وأنت عينك مش ملونة. لا لا والله فعلاً يعني لاحظت إنه أنا وياك مش اجتماعيين أبداً. صح. 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 أنت طول الوقت أدق عليك في الغرفة. عنكبوت هذا شو يسوي في الغرفة؟ زي أنت بتتصل علي في الغرفة. أنا عايز أقول لك إن مثلاً في ناس من صحابي يعني في الوسط بيلوموني على الموضوع ده زيك يعني فاهم اللي هو انت ازاي طب انت ما تيجي يا ابني الحفلة مش عارف مين هنقابل كذا وكذا وكذا طب تعالى نروح مش عارف عيد ميلاد مين طب تعالى احنا خارجين مش عارف كذا هل هو صحي ولا اللي احنا نسويه غلط بص والله انا هقول لك انا منطقي وهقول لك وجهة نظري في الموضوع ده انا وجهة نظري ان دلوقتي لما شخص يكلمك علشان شغلانة معينة يجيبك علشان انت الممثل اللي هيعمل له الدور ده بشكل كويس ما يجيبكش عشان انت صاحبه اللطيف اللي دمك خفيف وكده مع ان برضو اللي بيمشي عندنا ايش لا ماشي ماشي اللي بيمشي الاثنين يعني بص يعني والا ما كناش احنا اشتغلنا كويس يعني فانا وجهه نظري برضو ان في النهايه انت ممكن تعمل بالانس ما بين الاثنين ولا هو الشخص يبقى زي مثلا وزيك ان احنا ما لناش خالص في الحياه الاجتماعيه ابدا يعني انا بحب الخصوصيه احب ان انا حتى في الصيف اقعد مع العيله ونروح البحر ما اشوفش حد فاهم حتى لو الاوقات الفاضيه زي ما انت شايف بنلعب بلاي ستيشن ما فيش اي حاجه صحيح. بنعملها يعني فاهم خروج يعني اللي انا معك فيها الشخص عنده كنز عظيم داخله اذا اكتشف الكنز هذا ما راح يحتاج لاحد اللي هو كنز الموهبه انت موهوب في شيء بالظبط لما انت تكون صاحب موهبه انت صاحب صنعه انت براند نيم في براند نيم بالظبط في حد هيجيبك عشان ده براند نيم أنا ماني محتاج إنه أي شخص يشتريني صح صح إنه مو منتشر كثير بس اللي عايزني هو يجي عندي أنا بالنسبة لي أتفق معك في النقطة هذه ماني محتاج مثلاً بروح أجلس مع كل الشباب مثلاً في الوسط الفني بالزبط. عشان أشتغل يا أخي بالزبط. أحمد شعيب أنت مشكلتك ما أنت اجتماعي عشان كده أنا ماني محتاج أكون معك اجتماعي أنا بجي في موهبتي عشان شغلي بالضبط كده بس الناس يعاملون إنه ليش أنت مو اجتماعي بس أنا ما أبغى أتقمص الشخصية هذه أروح اجتماعي راح أكون كده ايوه لا لانك يعني هتفيك هتصطنع اللحظه اللي انت عايزها اللي انت مش عايز تقعدها القعده دي فاهم تقعدها ليه الشيء المشترك اللي بيني وبين احمد فهمي وانا حسيت فيه مودنا نفس بعض ناس فاني غير اجتماعيين اولاد ناس صراحه يعني احمد فهمي من الاشخاص يعني اللي بنحب الناس يعني ما نحب النافق ما نحب انه نتقمص شخصيات لا على طبيعتنا اللي يحبنا نحبه اللي ما يحبنا شكرا مع السلامه ما يحتاج انه انا انافق عشان انا اسولف معك ولا اتكلم معك فهذه الاشياء اللي نتوافق فيها انا واحمد فهمي